اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا الاولى ومساحتنا الاولى لليوم. رح نحكي عن موضوع كثير مهم، يمكن بسبب ايقاع الحياه اليومي والضغوطات اليوميه، يمكن المعيشيه الاقتصاديه، العمل لساعات طويله بتخلي اغلبنا انفعاليين او سريعين انفعال، يعني قليل تلاقي حدا شوي رايق، وتلاقي حتى الازمه الاقتصاديه بتلعب دور للاسف بنمط الحياه اليومي لكل الناس اليوم. لكن يمكن فينا نستغل الشهر الفضيل، الشهر المبارك رمضان، لنكون نعمل مرايه لداخلنا، نهذب نفسنا شوي، نوقف مع ذاتنا شوي. صحيح نود، لهيك دائما بنقول انه جوهر الصيام هو قديش عنا قدره لحتى نضبط نفسنا ونضبط اعصابنا، لانه الصيام هو مو بس اختبار قديش نحن ممكن نحس بغيرنا من اللي عم بيعانوا بالاكل والشراب، هو الحقيقه قد ايه نحن قادرين نسيطر على انفعالاتنا وعلى ذاتنا، وهو ايضا فرصه لحتى نغير من بعض العادات السيئه اللي ممكن نحن نكون بنمتلكها. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة سلام قاسم، اختصاصية بعلم النفس. صباح الخير ورمضان كريم. صباح النور ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نقول كيف فينا نعرف الشخص الانفعالي أو أبرز المزايا له؟ يعني أنا بعتقد الكل هلأ النسبة العالية انفعاليين بسبب ضغوطات الحياة اليومية كمان، بس قديش فيني أنا أعمل كنترول وقديش فيني أضبط هيدا الانفعال؟ أكيد هالحكي، نحن هلأ بظرف وخصوصي بشهر رمضان بنلاحظ الناس في زيادة انفعال، لكن قبل كل شغلة لازم نعرف نحن أنه الشخص الانفعالي أو الانفعالية هي عبارة عن تعبير، هي الإنسان تعبير نفسي عن الشيء اللي عم بيحس فيه، بيعكس هذا التعبير بيعكس اضطراب الشخص تجاه مواقف معينة، تجاه مثيرات خارجية، وهذا الانعكاس بيتجلى بشو؟ بيتجلى بنرفزة أحياناً، بيتجلى بسلوكيات خاطئة. وفي الحقيقة هو عبارة عن نوعين، في نوعين للانفعال، في عنا انفعال داخلي مثل الكره مثلاً، الفرح، هذا داخلي، وعنا انفعال خارجي مثل الغضب أو الضحك أحياناً. حتى الأشخاص الانفعاليين كمان هن نوعان بالحقيقة، النوع الأول من الأشخاص الانفعاليين هو بيكون نتيجة ردة الفعل، والنوع الثاني بيكون هو من يقوم بالفعل. الشخص يلي بيقوم بالفعل كمان هون بينطوي تحت بندين، بند منهم الأول اللي هو إنه هدول الأشخاص بيكونوا انفعاليين بردات فعل، تكون هي ردات الفعل أحياناً غير متوقعة، وبيكون أحياناً تتجلى بهدوء، ممكن تكون ردة فعل غير متوقعة ولكن تتجلى بنفرزة وعصبية وصراخ وانفعالات كتير شديدة، وطبعاً هذا هو بيكون أخطر أنواع الانفعالات. في عنا النوع الثاني من الأشخاص اللي بيكونوا انفعاليين بيكونوا هن نتيجة قيامهم بالفعل، هدول الأشخاص كمان بينتوي تحتهم بندين اثنين من الأشخاص اللي هن المزاجيين والعصبيين، الأشخاص المزاجيين عند المزاج المتبدل والأشخاص العصبيين، هدول بيكون كمان انفعالاتهم هن أحيانا ممكن يقوموا بالفعل وبيحدثوا الفعل لحتى يصير عندهم انفعال، فأحيانا بتلاقي هدول الأشخاص بيجوا بالأساس عندهم اضطراب داخلي، بيكون أحيانا ممكن يكون نتيجة مشاكل نفسية عم بيعانوا منها، ممكن يكون نتيجة بيئة معينة أو أحيانا دلال زائد من الطفولة، أحيانا ممكن الوراثة تلعب دور. فهدول الأشخاص تلاقيهم أحيانا هن بتلاقيهم بيخلقوا لك الجو يلي بيصير العصبية والانفعال والتوتر، بتلاقيهم بيجوا دائما مثل ما نقول نحن شبه هذا قالب خلقته من الصبح وجاي هيك، هو بيكون هذا الشعور اللي عنده هو شعور داخلي، بيكون هذا الشخص عنده هاي المشاعر اللي ملخبطة، ما عم يعرف يوازن، ما عنده قدرة على إدارة المشاعر، يعني بتلاقيه أحيانا بيتوتر نتيجة أي موقف، أو أحيانا بيكون عنده هذا التوتر مثل ما قلت أنا أنه داخلي. فالانفعاليين هن أشخاص طبعا بيعانوا من توتر، بيعانوا من عصبية، هدول الأشخاص أحيانا ممكن يصيرون موقف وممكن ما يصيرون موقف. الصعوبة بهدول الأشخاص لما أحيانا بيجلى عندهم الصراخ العالي أو السب والشتم، هون بيكون الأشخاص يلي مقابلون هن بصير هون شو ما بيحسنوا يتقبلون. أما الانفعالية نحن ما دائما فينا نقول أنه سلبي، كمان في فوائد للانفعالية، لما أنت بتنفعلي كمان في فوائد لإلك، أحيانا بيكون هي نوع من التفريغ، صحيح، أنه أنت تتخلي مثلا أنه عن الشيء، ما تخلي دوافعك مثلا أو مشاعرك كتير مكبوتة، بتعبري عن الشيء اللي عم تحسي فيه، فهذا بيكون ناحية إيجابية. لكن السلبي لما بيكون انفعالك زايد عن حده، هذا الانفعال الزايد عن حده ممكن يأثر على الوسط المحيط وبالتالي بينعكس عليك تماما. يعني حتى الإنسان هو لازم يسأل نفسه مثلا، أنه أنا بسأل نفسي أنه يا ترى أنا ليش مثلا خايفة،
او ليه متوتره او ليه عندي هذا الانفعال. لما بسال حالي هاي الاسئله برجع للموقف اللي سبب لي مثلا خوف او توتر او قلق، برجع للموقف بشوف انا الافكار لحظتها خلال هذا الموقف شو هي الافكار اللي كانت موجوده عندي. لانه العلماء اثبتوا انه نحن توترنا وانفعالاتنا هي نتيجه افكارنا. فاحيانا بتكون مثلا هلا اذا نحن مثلا اذا عرضنا شخص مثلا، اذا راحوا شخصين لمكان ولقينا بهالمكان في حيوان اليف مثلا قطه او كلب او شيء، احد الاشخاص بتلاقيه فورا اخذ رده فعل بالخوف بالرعب ببعد فورا مجرد رؤيته لهذا الحيوان الاليف. الشخص الثاني بيكون تعامله كثير لطيف ومهذب ومبسوط. ليش؟ لانه الافكار هي اللي عطتك بهذا الانفعال. هذا عنده رده، عنده افكار مسبقه انه انا بخاف من هذا الحيوان، فبتكون عنده رده الفعل الانفعاليه اللي هي مثلا احيانا بتلاقيها بتتجلى بملامح الوجه، احيانا بالتصرفات بالسلوكيات. تلاقيه ممكن يهرب، ممكن يبعد، ممكن تطلع منه الفاظ يقول بعدوا عني خلاص ما بفوت انا على البيت. الشخص الثاني بتلاقيه كثير ريلاكس ومريح وما احلى. ليش؟ لانه افكاره هي متفاعله مع هالموقف هذا، وبيعرف الحيوان الاليف انه ما بيأذي وبيحب الحيوان الاليف. فهي تصرفاتنا وانفعالاتنا هي نتيجه افكارنا. اكيد استاذ السلام، دائما بنقول انه الغضب والانفعال بعض الاشخاص بيكون عندهم هذا الشيء صفه ملازمه مثل ما حضرتك شرحتي، والبعض الاخر ممكن يكون اثناء تعرضهم لاي موقف. كيف بنعرف انه الغضب او الانفعال او التوتر هو صار طبع عند هذا الشخص، مو انه جراء مثلا حاله معينه فهالمره طلع منه نوبه هالغضب؟ كيف فينا نتعامل مع هذا النوع من الاشخاص؟ هلا عاده الاشخاص الانفعاليين هن في منهم مجموعه بتحاول دائما تثبت نفسها. يعني اذا كنا بموقف معين، باجتماع معين، بحديث معين، بتكون مهارات التواصل عندهم مختلفه تماما، بتعتمد على الصوت العالي وعلى الصراخ لحتى يثبتوا رايهم. فهدول شو بصير احيانا، انه في اشخاص بيكونوا احيانا ضمن الاسره مثلا، لما بتشوفي ابنك، بتشوفي اخوك، بتشوفي بهالانفعال هذا وعنده موقف معين وراي معين تجاه فكره، فبتلاقي الاشخاص المحيطين فيه أيدوا له هاي الفكرة ونفذوا اللي بده إياه. فشو بصير عنده هو دائما؟ بصير عنده هذا الشيء صار اعتيادي، إنه ليحقق شيء اللي بده إياه بينفعل بهالطريقة هاي، فصار إنه هو بيحقق شيء استنادا للانفعال. فأنت بتعرفي الشخص الانفعالي لما بتلاقيه بيكرر حالات الانفعال، بيكرر المواقف نفسها، بحاول يخلق الموقف لحتى يعمل انفعال، فبيبين عليه. حتى نحن كمان إنه بصير هو بلاحظ نفسه مثلا إنه في عنده تصرفات ما أنا مزبوطة، ولكن إنه نتيجة الاستمرارية وتقبل الطرف الآخر لإله، فبتلاقيه هو بصير بتابع عليها. أحيانا في عنا مثلا بشيء اسمه انفعالات لا شعورية. هي مثلا شلون بتكون؟ مثلا هلا مثلا انت قاعده هون مثلا، بتكون رده فعلك انه هلا طبيعيه وكذا، بس انت ما بتعرفي مثلا انه في عندك حركات انفعاليه للمعده، لتنظيم القلب مثلا، دقات القلب، هي بيكون كلياتها العقل عم يتحكم فيها. فكتير مهم نحن لحتى نحسن نوازن انفعالاتنا انه نحسن نضبط الحالات اللاشعوريه اللي موجوده عندنا، يعني نحسن نحاول نتحكم بالمشاعر قدر الامكان. الشخص الانفعالي انت بتعرفيه كمان من ملامحه احيانا كمان انه ممكن يصير عنده سلوكيات واضحه للعيان، اعراض يعني مثلا بنلاقي مثلا صار عنده تعرق باليدين مثلا، بتلاقي احيانا صار عنده مثلا، احيانا في اشخاص بيكزوا على اسنانهم، احيانا في عندك هي العضله اللي هون مثلا بتلاقيها بتصير ترجف، بتنتبهي على الشخص بتلاقي عنده هي العضله عم تهز وترجف. فهي هون شو نتيجه الانفعالات الواضحه صارت للعيان. طبعا الشخص هون هي حاله سلبيه وهي مضاره سيئه عليه وعلى الاخرين، لانه حتى ممكن تاذيه من الداخل لانه صارت متكرره. فمشان هون مشان هيك لازم يعمل ستوب وينتبه لحاله، يعني يوازن انفعالاته، يعرف كيف يدير المشاعر. واداره المشاعر هي ما أنا بالامر الصعب، هي عباره عن تدريب فقط. يعني انه هذا الشخص يفضل انه يرجع مثلا يستعيد مثلا التجارب الايجابيه يلي مر فيها سابقا. لما بيستعيد هي التجارب الايجابيه ممكن هي يكون لها تاثير كثير ايجابي على الاحساس بالفشل يلي عم بحس فيه وعم يعمل له هذا التوتر. ممكن كمان هذا الشخص يكون متفائل، لانه التفاؤل كمان انه يرجع يتفائل شوي. ليش؟ لانه التفاؤل كمان بيعطيكي قدره وطاقه ايجابيه لحتى تندفعي للامام. ممكن يعطي لنفسه نوع من الاسترخاء، يروح لمكان مريح مثلا، يعمل مهارات تنفس، يعمل تنفس 10 مرات متواصل، اضافه الى انه الموقف يلي حس فيه بانفعال بامكانه دغري
يغير المكان. كثير مهم نحن نغير المكان إضافة لتغيير الوضعية. إذا كان واقف يقعد أو يستلقي فهذا كثير بيساعده أنه يعمل هالتدريبات هاي لحتى يحسن يتحكم بمشاعر الغضب يلي موجودة عنده، لأنه لما بيصير عندك انفعال رح يصير في غضب. وممكن مثل ما قلت أنا هني نوعين، في نوع داخلي ونوع خارجي. من النوع الخارجي أنه الغضب بده يظهر للآخرين، وهذا طبعا كثير سيء، وخصوصي أحيانا لما ما بينم أنه الإنسان يوقف هيك ويشعر أنه أنا أخطأت. لما بتشعر أنك أخطأت كمان هون رجع وصلح ما أنت اللي اشتغلته واللي عملته، صلح الموقف اللي أنت مريت فيه أو اللي أنت تصرفت فيه بطريقة أنه أذت الآخرين. كثير من الأشخاص بيكونوا حساسين وعندهم مشاكل نفسية معينة، كمان هدول الأشخاص بيعانوا من انفعال كثير شديد. هدول الأشخاص عادة يعني بيميلوا لتأنيب الذات وجلد الذات، فبتلاقيهم بالأخير بيشعروا بالندم، بيحسوا بندم هيك تجاه أي موقف تصرفوا بعد ما بيرجعوا على البيت أو بيخلصوا شغلهم وبيرجعوا مثلا، أو ممكن يكونوا تصرفوا مع الأصدقاء مثلا، ممكن يكون هذا الموقف عمل فجوة أو عدائية، بتلاقيهم هدول بيرجعوا بيتصالحوا مع الشخص لما بيتصالحوا مع نفسهم. كتير مهم نحن لحتى نعرف حالنا أنه يا ترى انفعاليين ولا ليش انفعلنا بالموقف، انه نسأل حالنا مجموعة اسئلة. هاي الاسئلة اول شيء انا بدي اقول مثلا انه هذا الموقف يلي انا انفعلت فيه كان متوقع ولا ما انه متوقع؟ طب اذا كان متوقع شو النتائج المرجوة منه؟ انا ليش لحتى تصرفت؟ طب يا ترى انا سبب هذا الانفعال ولا الشخص يلي مقابلي هو سبب الانفعال؟ يا ترى هذا الموقف يلي صار بتعارض مع مبادئي وافكاري وعقائدي ولا هو شيء عادي؟ يا ترى أنا على قدرة أن أعيد صياغة من أول وجديد وعدل بالموقف وعدل من سلوكي أنا لحتى أحسن أعطي وجهة نظر إيجابية للأشخاص اللي سببت بأذية لألون؟ لما بيجاوب عن هاي الأسئلة الإنسان بيحسن يوازن نفسه بطريقة كتير إيجابية. طيب خلينا نحكي معك أستاذة، يمكن جوهر الصيام هو الصبر والتحمل والقدرة على تهذيب النفس. كيف فيني أنا اليوم يمكن أعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم تتابعنا، أستغل هيدا الشهر لخلي الصبر يمكن والتحمل وتهذيب النفس هي صفة متلازمة مو فقط في شهر رمضان المبارك، خصوصا للناس الانفعاليين؟ ويمكن ما فيكنا كتير نلوم الناس بسبب الانفعال، يعني كتير بتلعب دور نمط الحياة اليوم، ضغوطات الحياة اليومية، الانشغال الدائم بالعمل، تأمين لقمة العيش، الوضع الاقتصادي، كله بيلعب دور بنفسية الشخص اليوم. أكيد هلأ الضغط النفسي وتسارع الأحداث المتلاحق وأحياناً الفشل المتكرر عند بعض الأشخاص، هدول كفيلين أنهم يخلقوا الانفعال والتوتر عن الشخص كيفما كان. صحيح. ولكن نحن هلأ طالما نحن بشهر فضيل والهدف وجوهر الصيام هو إضافة للصبر، في جوهر كتير أساسي هو التقوى. تقوى الله، يعني أي عمل ممكن يقوم فيه الإنسان بدون ما يرجو التقى من الله هو ما رح يحصل على النتيجة. إضافة بصراحة لأنه الصيام هو عبارة عن مدرسة، هي اللي بينسوها كتير من الناس، هو صحيح. عبارة عن مدرسة تربوية، مدرسة تربوية ومدرسة اجتماعية، إضافة إلى أنه مدرسة روحية. فهي لما نحن بنعرف الهدف والجوهر من الصيام أكيد رح نحسن نوازن انفعالاتنا. كتير في ناس بيربطوا بشهر رمضان ما بين الغضب والصيام، يعني بتلاقي الشخص بيقلك إذا حكيتي حجة تماما أنه أنا صايم. هلأ إذا أنت صايم هذا لا يعني أنه أنت تنفعل علي. صحيح. إذا أنت صايم لا يعني أنك تعصب وتغضب، لا، هذا ما في رابط بيناتهم أبدا، ولكن نحن من نصنع هاي الروابط. ليش؟ هلأ لأنه الإنسان بيكون متعود عادات لا صحية لنسميها مثلا. صحيح. خلال فترة ما قبل الصيام، لما بيجي الصيام بده يغيرها ويعملها عادات صحية، فبصير هون هذا عدم التوازن. مثلا بيكون الإنسان متعود على الدخان، على المشروبات مثلا الغازية، أو ممكن يكون الكافيين، القهوة، الشاي بشكل كتير متواصل أثناء النهار، هي عادات لا صحية. بيجي برمضان بده ينظمها، فبصير عنده هاللخبطة فبيأثر عليه. إضافة إلى أنه الدماغ هو 75% منه بيكون مي، فلما بينقطع عن المي كمان فبصير هون الدماغ بده يفرز مواد تانية لحتى تخلي الإنسان متوازن، فبصير هذا التوتر والغضب. ولكن هذا لا يعني أنه أنت لازم تغضب لأنك صايم، لازم تعصب على الآخرين لأنك صايم، لا. الهدف من الصيام أنه أنت تضبط نفسك عن الشهوات، عن الغرائز. إذا أنت ما حسنت تكون هيك فما حققت الهدف من الصيام. يعني الهدف من الصيام ما هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب، هو وسيلة لتحقيق الأهداف الأخرى. صح. اللي هي مثل ما قلنا ضبط الغرائز، الانفعالات،
الذات، الإحساس بالفقير، الإضافة إلى الشعور بالتقوى، إضافة إلى أن اجتماعيا الإنسان بده يكون جيد، بده يكون كمان يروح على شغله، مو يقضي يقلب الليل نهار ونهار ليل، هون كمان ما حققنا الهدف من الصيام. إضافة لحتى يكون هذا الشيء لسؤالك مثل ما قلتي، هو كتير حلو على فكرة هذا السؤال، وأنا بتمنى دائما الناس أنه تعتمده وتسأل نفسها، يعني أنه أنا يا ترى على قدرة أني استمر على هاي المشاعر والأحاسيس والسلوكيات والأخلاقيات اللي تعلمتها خلال شهر رمضان، قادر تابع فيها فيما بعد؟ لازم يسأل هذا السؤال ويحط تحته مليون خط ويقول نعم. ليش؟ لما الإنسان بيحسن أنه يدرب حاله هو قادر. لازم الهدف كمان من الصيام، لازم نحن نحسن أنه بعيد عن النميمة، عن الغش، عن الكذب، عن السرقة، عن كثير من الأخلاقيات والسلوكيات السيئة. لما نبعد عنا نحن بنحسن نضبط نفسنا بشهر رمضان. الإنسان القادر على ضبط نفسه 30 يوم عن الغرائز والشهوات هو قادر على ضبط نفسه في الأيام الثانية. كثير مهم نحن بإدارة المشاعر. أنا بقول دائما يعني للأشخاص لما نكون باجتماعات أو بقعدة مع أصدقائنا، دائما بقول لهم الإنسان يلي ما نقادر على ضبط مشاعره مستحيل يكون قادر على ضبط أهدافه بالحياة. إذا أنت ماني قادرة تضبطي نفسك وسلوكياتك وأفعالك، كيف بدك تكوني تحققي شيء أو هدف أنت عم تحطيه لقدام؟ كتير مهم الإنسان يعرف إنه شو بده لحتى يحسن يوصل إله. هذا الشيء اللي بده إياه، شو بدي أنا من الصيام؟ شو الهدف أنا ليش عم أصوم؟ لما بعرف ليش أنا عم أصوم وشو الهدف منه، وإنه الصيام هو مانه فقط عن الطعام، لا أبدا. كتير مهم نصوم عن ألفاظنا السيئة، عن انفعالاتنا تجاه الآخرين. وإن صار وتلفظنا بشيء معين غير مناسب تجاه الآخرين، كمان ننتبه نحن أنه لازم نعدل بالشيء اللي صار، نحاول نصلح الموقف. لما أنت تتداركي خطأك معناته أنت هون حسنتي تحلي المشكلة، ما فكرنا بالمشكلة اللي أنا عملها، لا أنا داركت الخطأ وحليت المشكلة وحسنت أتفاعل مع الآخرين لحتى أكون إيجابية والناس اللي حولي يحبوني. بدك تكوني نفس الشيء اللي تعودتي عليه خلال 30 يوم بشهر رمضان متابع مستمر فيما بعد رمضان. أكيد. يعني أستاذ السلام، قبل ما نختم حديثنا بما تبقى عنا من الوقت، خلينا نحكي عن بعض الخطوات المهمة اليوم اللي ممكن الناس خلينا نقول شوي شوي تدرب نفسها. عادة 21 يوم بيغيروا عادة سيئة، فنحن عنا 30 يوم يعني أكثر، معنا وقت متسع من الوقت، فكيف ممكن هيك بعض الخطوات اللي بتحبي تنصح فيها كل اللي عم يتابعنا؟ هلأ أول شغلة أنا بقول دائما الاسترخاء كتير حلو. لما الإنسان بيحس حاله أنه بحالة انفعل أو عصب أو غضب يغير المكان ويعمل تدريبات تنفس، يعمل مثلا 10 مرات، هي بتساعده كتير. هي لا بتتحمل طبعا 3 دقائق ماكسيموم، فهي بتساعد كتير على الشعور بالاسترخاء. بعدين يحط حاله مكان الشخص يلي عصب عليه، يا ترى ممكن يتحمل هذا الشيء؟ يرجع ويوازن انه انا ليش عم عصب، يا ترى العصبية جابت لي نتيجة؟ يرجع بنفس الوقت هو يشتغل على نفسه، يشتغل على ذاته، يشتغل على التدريبات، يحاول لما بيعصب كمان ممكن يعد العد التنازلي من 10 للواحد لحتى يهدي شوي. بنفس الوقت كتير مهم لإدارة مهارات الغضب، مثل ما قلت أنا أنه نغير المكان، نفكر بطريقة إيجابية، كتير مهم هذا الشيء. دائما نعرف أنه نحن لما بنعمل أي شيء أو أي شيء بنقدم عليه أنه شو الهدف منه ولوين رايحين. صحيح. ودائما نحن نعرف أنه التسامح هو كتير حلو، هو مهارة كتير حلوة الإنسان بيكتسبها بالتدريب، انه نحن لما بنسامح الاشخاص معناتها نحن اقوياء ولسنا ضعفاء. صحيح. ويمكن اهم الصفات اللي بنكتسبها خلال شهر رمضان هو التسامح والغفران والتعامل مع الاخر. بنتشكرك، خلص وقتنا، ويا رب تكون كل الناس استفادت من هي المعلومات. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وان شاء الله رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ينعاد عليك بكل خير. شكرا لك.